إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والعلن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، تذكيرا لكم ولنفسي وللقلوب القاسية وللأعين الجامدة، سنتحدث اليوم بإيجاز عن الدار الآخرة والرحلة إليها، لا سيما ونحن نعيش الآن عصرا طغت فيه الماديات بصورة مرعبة، وطغت فيه الشهوات، وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقست فيه القلوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب جل في علاه. نعم، إننا في أمس الحاجة إلى أن نتذكر الآخرة، لحظات سنقف فيها بين يدي رب الأرض والسماوات. ما أحوجنا في عصر فتن الشهوات والشبهات أن نتذكر على الدوام لقاء رب الأرض والسماوات. فالحياة تمضي مسرعة، ومعظم أهلها في غفلة عما هو آت. مثل في ذلك كمثل الأمواج، تلك الأمواج التي كلما انكسرت على الشط موجة تبعتها موجة أخرى في التو واللحظة، لا تتوقف عن السير. نعم، وستأتي اللحظة النهائية التي يتوقف فيها موج البحر، وتنطفئ فيها نجوم السماء، وتتزلزل الأرض لتتخلص من حملها الثقيل، ليخرج منها الصغير والكبير والقليل والكثير للسؤال بين يدي الملك الجليل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الحياة على هذه الأرض موقوتة محدودة بأجل، ثم تأتي نهايتها حتما، فيموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت الشرفاء ويموت الحريصون على حياة بأي ثمن. الكل يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لقد سمى الله الموت في القرآن بالحق، فقال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، أي هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك فلا تحيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولقد علمت لتأتين منيتي، إن المنايا لا تطيش سهامها. ولو انتهت الحياة بالموت وفقد لهان الخط، لكن اعلم أن بعد الموت بعث، لا تستكثر ذلك على قدرة الملك القهار. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله جل وعلا يضرب لنا أروع المثل على البعث في كثير من مواطن القرآن، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه،
قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز الحكيم. وفي صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه فجمع بنيه وقال إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف أذروني، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. وفي لفظ أذر نصفي في البحر ونصفي في البر، فأمر الله جل وعلا البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال الله له كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا، فقال الله له ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله عز وجل له بذلك. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بخشيته وخوفه وحبه. الشاهد أن الله على كل شيء قدير. فبعد الموت بعث، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. والحديث في صحيح مسلم ما عجب الذنب؟ عجب الذنب عظمة دقيقة جدا لا تزيد على حبة العدس. هذه العظمة توجد في آخر السلسلة الفقرية لأي إنسان على وجه الأرض. فإذا دفن ابن آدم وبلى جسده يفنى ويبلى كل شيء في الجسد إلا هذه العظمة. فإذا أراد الله أن يبعث الخلق للعرض والحساب أنزل الله جل وعلا من السماء ماء فتنبت بهذه الماء أو بهذا الماء الأجسام في القبور تحت الأرض. ينبت كل جسد حول عظمته. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب، وأخرجه البخاري ومسلم. فإذا اكتملت الأجساد في القبور أمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور، النفخة الثانية ألا وهي نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأرجو أن تتصور معي هذا المشهد الذي يخلع القلوب حين ترى الأرض تتخلص من حملها الثقيل. فما من موطن في الأرض دفن فيه أحد إلا وتنشق الأرض عنه ويخرج من الأرض أو يخرج من الأرض، والكل متجه صوب اتجاه واحد وراء ملك من ملائكة الله بعثه الله ليحشر الناس جميعا إلى أرض المحشر. لا يتخلف عن هذا الداعي أحد. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. مشهد يخلع القلب، والناس يخرجون من القبور حفاة عراة غرلا، حفاة لا يلبسون نعالا في أقدامهم، عراة لا يلبسون ثيابا على أبدانهم. غرلا جمع أغرل، والأغرل هو السبي قبل ختانه. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله النساء والرجال جميعا، النساء والرجال جميعا ينظروا بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبعث كل عبد على ما مات عليه. والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ويصل الخلق إلى أرض المحشر. ما أرض المحشر؟ أرض بيضاء أفراء كقرصة نقي، أفراء أي شديدة البياض، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفراء كقرصة نقي أي كالدقيق الأبيض الخالي من القش والنخالة. الشمس فوق الرؤوس، البشرية كلها في موقف واحد. تنزلت ملائكة السماوات 7 لتحيط بالخلائق كلهم في هذه الأرض. وفي لحظة من اللحظات التي تغمرها الهيبة ويكسوها الجلال يتنزل حملة عرش الكبير
الكبير المتعال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وبعدها يجيء الملك مجيء يليق بكماله وجلاله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يجيء الملك مجيء يليق بكماله وجلاله فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجيء لفصل القضاء للعرض والحساب ويبدأ الحساب بالعرض ويبدأ العرض بتطاير الصحف. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفإن كنت من السعداء اللهم اجعلنا وإياكم من السعداء أخذت كتابك بيمينك. وإن كانت الأخرى أعاذني الله وإياكم من الأخرى يأخذ كتابه بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ستقرأ وإن كنت لا تقرأ في دنياك. روى البخاري ومسلم الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنى المؤمن من ربه يدنى أي يقرب يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. الكنف في اللقاء الستر والرحمة. فيقرره بذنوبه فيقول الله للعبد المؤمن تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. يقول ربي أعرف مرتين. فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. جهنم جاء بها إلى أرض المحشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وبعد الحساب ميزان. قال القرطبي الحساب لتقرير الأعمال والميزان لبيان مقدارها. وبعد ذلك الصراط يعرض على متن جهنم فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. اللهم اجعلنا من أهل النجاة. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وبعد ذلك قنطرة لا يعبرها إلا المؤمنون الذين نجاهم الله عز وجل كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري. يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفسي بيده لا أحدهم أهدى أي أعرف لا أحدهم أهدى لمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وبعد ذلك نار أو جنة. لن أتحدث عن النار وإنما أختم بالجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة وأحبة وأخيرا إلى الجنة إن شاء الله. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. وما أدراك ما هي الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحديث عنها جميل بجمالها طويل بطول السير في ظل شجرة فيها 100 عام. إن في الجنة شجرة يسير الركاب فيها 100 عام. أخرجه البخاري. الجنة مأوى المؤمنين ومآل المتقين. بناؤها فضة وذهب وملاطها مسك. حصباؤها لؤلؤ وياقوت وترابها زعفران. لها 8 أبواب عرض أحدها مسيرة 3 أيام. فيها 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الفردوس أعلاها ومنها تتفجر أنهارها وسقفه عرش الرحمن. أنهارها عسل ولبن وخمر وماء تجري دون أخدود يجريها المؤمن كما يشاء أو كيف يشاء
وكلها دائم دان مذلل لهم أي لأهلها في كل زاوية أهل لا يفنى شرابهم ولا يبلى ثيابهم أمشاطهم ذهب ورشحهم مسك نساوها حسان أبكار عرب أتراب أول من يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء أقلهم من يتمنى فيعطى عشرة أضعافه خدمها ولدان مخلدون كاللؤلؤ المنثور ومن أعظم نعيمها رؤية الله ورضوانه والخلود اللهم اجعلنا من أهلها يا أرحم الراحمين وأختم بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وسهيب وغيرهما إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. اللهم نجنا من النار واجعلنا من أهل الجنة يا عزيز يا غفار. اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا من هذا المكان في هذا اليوم إلا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب وفرجت لنا الكروب. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين والمستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم كن في عون إخواننا وأخواتنا في سوريا واجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم وحد صفوفهم واجمع على الحق كلمتهم وانصرهم على عدوهم وعلى من بغى عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هناك إخوة لنا جاءوا لجمع تبرعات يقودهم الأخ أحمد لأيتام ومساكين فتبرعوا بارك الله فيكم وأنفقوا في سبيل الله ما نقص مال من صدقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوتي الكرام بارك الله فيكم ونشكر اللجنة في هذا المجلس المبارك لإعطائنا الفرصة لجمع تبرعات لإخوانكم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. نحن من المؤسسة الهولندية من تلبرك مؤسسة استخدم معين تاوسمس بيت فلسطين. هذه المؤسسة إخوتي الكرام تعتني في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خصيصا في لبنان، لأن إخوتي الكرام بارك الله فيكم كما تعلم وعلم الجميع أن إخوانكم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يقطنون في لبنان منذ 48 يعني 64 سنة. منذ أيام قليلة مرت ذكرى نكبة فلسطين، ونكبة فلسطين هي معاناة الشعب الفلسطيني على مدى 64 سنة وما زالوا يعانون إخوتي الكرام. فنحن خصصنا هذا الأمر من أجل مساعدة إخوانكم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من أيتام من فقراء من أرامل من مساكين وترميم بيوتهم وكفالة عائلات الفقيرة ودعمهم ماديا وحتى نفسيا والتخفيف عنهم. يا إخوة بارك الله فيكم نحن بحاجة ماسة لهذا الأمر من أجل بناء هذا المشروع الطيب الخير على مدى سنوات ومنها الصدقة الجارية. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. الله يرضى عليكم جزاكم الله خير. كما يوجهون تحية لإخوتنا المغاربة جميعا الذين ساعدوا في هذا الأمر من أتراك
معك ومن الجالية المسلمة من كل من ساهم بمساعدتهم، وأنا من دوري أمانة أخبرهم بأن إخوانهم المسلمين في الغرب من بلجيكا من هولندا من ألمانيا يساعدون في هذا في هذه المحنة في هذه المأساة، مأساة 64 سنة إخوتي الكرام، كما تعلمون يعني لم يتغير شيء من طب من علاج من كفالة الأيتام، المساعدة بسيطة جدا، حتى إجراء عمليات لا يستطيعون أن يتحملوا هذا العبء من بسبب قلة المال وقلة الحال. وكما تعلمون في لبنان 70 مهنة ممنوع الفلسطيني يزولها، زائد ممنوع التمليك، زائد محشور في مخيمات صغيرة بالمعنى كيلومتر مربع أكبر مخيم وب 12 مخيم 12 مخيم في كل لبنان. تصوروا يا إخوة كيلومتر مربع يسكن 50,000 مسجل رسميا و50 غير رسميا، 100,000 نسمة. أنا أريد أطيل عنكم، الموضوع طويل وكان في برنامج في هذا الأمر وبرتاج في هذا الأمر تقرير، لكن مش الكل شاف هذا الشيء، لكن نعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى أن تصل المساعدة إن شاء الله إلى أصحابها بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر في أمانة. ونحن نود أن نخبركم أن أخوانكم هناك صراحة يعانون معاناة كبيرة جدا، مهما تكلمت لا أوصف هذا الحال، فنرجو منكم أن تساعدونا، بارك الله فيكم. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة، والصدقة لها أثر كبير وأحاديث كثيرة على الصدقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذا الأمر، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم في أموالكم وفي أولادكم وكل إن شاء الله ما تتمنون من خير، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا يعتدلوا تراصوا تقاربوا وسدوا الخلل، استووا ولا تختلفوا، واعتموا الصف الأول فالأول، ولا تذروا فرجات للشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،
ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله